91 12. اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم على فهد مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من مستعجلات بنو رشد، اللي هذا الصباح جاو لها 5 ديال الحالات تسمم اللي جايين من مديونه، وكانت الصباح كانت اكثر من 20 حاله تسمم. 5 اللي جاو هنا تلقاو العلاج ديالهم، خداو وصفات طبيه، انتقلوا للمديونه. حاليا كتجينا معلومات ان تيقول لك اكثر من 90 حاله اللي كاينه دابا حاليا في المستعجلات ديال مديونه. هذا الشيء خطير، عرفوا اشنو كتاكلوا. سبب الساندويتشات ديال الزنقه والثمن الرخيص راه هو اللي كيدير هذا الشيء. خاص مراقبه، خاص الشرطه الاداريه تقوم بالدور ديالها، بحال هذا الشيء راه خطر. ماكلة الزنقة راه كلها مشاكل. هاد الشيء ديال لي ساندويتش وهاد الشيء رخيص وهاد الشيء راه فيه مشاكل. كاسكروطات ديال الزنقة تسبوا بأكثر من 20 حالة في الصباح، ودابا حاليا كتجينا معلومات أن كاين وصلت ل 90 وأكثر. 5 جابوهم المستعجلات ديال بنو رشد، تلقاو العلاجات ديالهم، خداو الوصفه الطبيه ومشاو في حالاتهم. حنا بدورنا غادي ننتقلوا دابا للمستعجلات ديال مديونه باش نشوفوا اشنو كاين وفين وصلت الحالات. هادشي خطير، هادشي بزاف، بحال هادشي خاص الشرطه الاداريه تدخل على الخط ويكونوا يديروا واحد المراقبه يوميا على بحال هاد المحالات يوميا. راه المواطن راه في خطر، راه حشومه ان الناس كتجي تاكل وكيوقع لها تسمم. وشنا شحال من حاله كان في حاله المسائل، راه كانت وحده في سباته، كانت وحده في تريطور، كان شحال من مره كنشوفو بحال هاد المسائل. مستعجلات بنو رشد هاد الصباح جاو ليه 5 ديال حالات تسمم من مديونه، تلقاو العلاجات ديالهم وخداو الوصفه الطبيه ومشاو. حاليا دابا كتجينا معلومه ان كاينه 90 وما فوق حاله تسمم اللي وصلات في مديونه بسبب كاسكروطات ماكلات الزنقه. يعني السيد مول هاد المحل راه في الحراسه النظريه، كيبعتو معاه. خاص الشرطه الاداريه تكون دير واحد الحملات يوميا على بحال هاد المحلات ديال المحلات ديال الوجبات السريعه، وتشوف اشنو كيوقع الدم لداخل. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، إلى حين باشر آخر.